السلام عليكم. السلام عليكم. نعم، نعم محمد طاهر من مكة. ارفع صوتك اخ محمد. بقول لك عايز اسألك على الوضوء. نعم، معلش انا اسألك على الوضوء، الوضوء توضأ في جوه الحمام يجوز ولا ما يجوز؟ الوضوء في الحمام بعيدا عن النجاسات جائز. جوه الحمام طبعا بعيدا يجوز عن في النجاسات ولا جائز.